نتحدث أكثر عن هذا القرار وعن تداعياته. معي عبر الهاتف من دبي دكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير، أهلا بك معنا أستاذ عبد الخالق. لماذا اليوم تم اتخاذ هذا الإجراء؟ مساء الخير. أكيد نفذ صبر صانع القرار الخليجي في الرياض وفي أبو ظبي وفي المنامة بعد أن ذهبت قطر بعيدا في عدم الالتزام بتعهداتها، وبالتالي هي قيادة قطر تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذه القرارات وتجاه تبعاتها الكثيرة على الشعب العراقي وعلى الشعب القطري وعلى البيت الخليجي. هي مسؤولة مسؤولية كاملة أمام شعبها أولا وأمام شعوب المنطقة. الفترة التي سبقت كانت بمثابة يعني فرصة لقطر لتصحيح ما حدث منذ أن ناقشنا طبعا وتم تداول ما حدث فيما يتعلق بما من قبل قطر فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية وما ذلك، كان فرصة يعني لذا نتحدث عن هكذا إجراء اليوم. الإمارات والسعودية ودول الخليج صنفت جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، والإخوان اليوم يلقون أكبر قدر من الدعم المالي من قطر. لا يستقيم هذا الأمر خليجيا وتحتضن قيادات هذه الجماعة، فبالتالي هي ليس فقط تسير عكس التيار الخليجي وإنما تضر بالبيت الخليجي. عندما تصنف دولة خليجية جماعة بأنها إرهابية، أتوقع دولة أخرى ربما تأخذ بهذا التصنيف أو لا تأخذ به، لكن حتما لا تقوم بدعمه، وهذا ما قامت به قطر وتقوم به قطر، وهذا انتهاك صارخ لما تعهدت به. نعم. المنابر الإعلامية التابعة لهذه الجماعة تحرض ليلا نهارا ضد الإمارات والسعودية بتمويل قطري. صحيح، هذا ما ورد في بيان الإماراتي، أنه نشر فكرة القاعدة وداعش، دعم الإخوان ودعم الجماعات الإرهابية. بالبيان ورد أيضا بأنه كل هذه الممارسات المرفوضة من قبل قطر سيدفع بالمنطقة لمرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها. ما السيناريوهات؟ السيناريوهات كلها ستعتمد على ما ستتخذه قطر والقيادة القطرية من رد فعل على هذه القرارات. إن كابرت وإن عاندت، وهذا وارد لأن هكذا كان طبع القيادة القطرية خلال الفترة الماضية، أو أنها حاولت أنها تسوف في تنفيذ هذه القرارات عاجلا، فسوف نرى هذه القرارات ملزمة وستكون تداعياتها ضخمة، وربما ستتجه الدول الأخرى نحو حتى المزيد من القرارات. أما إذا ارتأت أنه بالفعل قد اتخذت هذه القرارات بجدية وبمسؤولية تجاه شعب القطر وتراجعت عن كل هذه التحفظات عليها بما في ذلك هذه المنابر والقيادات وتمويل الجماعات وما لذلك والتحريض ضد مصر ليلا ونهارا في قنواتها وفي المقدمة الجزيرة، أعتقد عند ذلك سنكون على مشارف حل هذه. على مشارف؟ مشارف، نعم. مشارف ماذا؟ لم أسمع. مشارف حل؟ مشارف حل هذه الأزمة. أها. طيب دكتور عبد الخالق، هل ممكن لدولة يعني تقوم بهذه الممارسات المرفوضة من جديد ودعم التنظيمات الإرهابية، هل ممكن أن تغير هذا بعد هكذا بيان؟ لأنه قلت من ضمن ألا تكابر، مع أنه من غير المتوقع هذا الموضوع، وفي المقابل أيضا هل هي قادرة على التخلي عن دول الخليج ودعم دول الخليج وعن أن يعني جاهزة لأن تعزل؟ يعني هي الآن أمام خيارين لا ثالث لهما، يا أما أنها تستمر في الرهان على الإخوان والرهان على هذه الجماعات والتحريض ضد دول في المنطقة بما في ذلك البحرين وبما في ذلك مصر وما إلى ذلك، أو أنها ترى أن بالفعل هذا الطريق قد أوصلها إلى ما وصلت إليه وأوصل الشعب القطري إلى ما وصل إليه وتتراجع عن ذلك. أعتقد الخيار جدا يعني واضح،
وأعتقد إذا لم تتمكن هذه القيادة الحالية التي لم تدر علاقاتها مع دول الخليج والسعودية في المقدمة بحنكة وبحكمة، ربما الأسرة الحاكمة عليها أن تعيد النظر في ترتيب البيت الحاكم. أنا أشكرك جزيلا من دبي دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، شكرا.